السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة التاسعة، أهلا وسهلا بكم. نواصل في الدرس السابع وهو درس المعادلات، وسنتناول اليوم إن شاء الله الفقرة الثانية وهي الحصر والمجالات. ونبدأ في هذا الفيديو بمفهوم الحصر. تخيل أنك تريد شراء شيء من الكتب وأنت لا تعرف مكانه، فدلك أحد زملائك على أنه يقع بين الصيدلية والمدرسة. فنقول هنا بأن زميلك هذا قام بحصر مكان الكتب بين الصيدلية والمدرسة، فتسمى الصيدلية والمدرسة طرفي هذا الحصر، وتسمى المسافة الفاصلة بينهما مدى هذا الحصر. تدخل زميل آخر فقال: لا تبحث كثيرا، فهو يقع بين المطعم وعمود الإنارة. فحسب رأيك، هل يعتبر هذا حصرا أيضا؟ طبعا لا شك في ذلك، بل أن الوصف الثاني كان أدق بكثير من الوصف الأول. لماذا ذلك؟ لأن الوصف الأول مدى الحصر فيه كان أكبر من مدى الحصر في الوصف الثاني. إذن هنا تعرفنا على مفهوم الحصر، وتعرفنا أيضا على قيمة المدى في كل حصر. أذكركم أبنائي بأن العدد جذر التربيعي لـ2 هو عدد أصم، يعني به ما لا نهاية من الأرقام بعد الفاصل. هكذا نتحصل على النتيجة باستعمال الآلة الحاسبة. يمكن أن نكتب حصرا لهذا العدد، فنقول بأن الجذر التربيعي لـ2 محصور بين 1 و2، بما أنه يكتب على شكل 1 فاصل. يمكن أيضا استعمال رقم بعد الفاصل إذا أردنا أن ندقق أكثر، فنكتب الجذر التربيعي لـ2 محصور بين 1.4 و1.5. يمكن أيضا المرور إلى رقمين بعد الفاصل، فنتحصل على جذر التربيعي لـ2 محصور بين 1.41 و1.42. نرى في الحصر الأول مدى هذا الحصر، يحسب الفارق بين الطرف الأول والطرف الثاني، 2 إلا 1، فنتحصل على 1. إذن مدى الحصر الأول هو 1. في الحصر الثاني سيكون المدى كالتالي: 1.5 إلا 1.4، 1.5 و1.4 هما طرفا هذا الحصر. النتيجة ستكون طبعا 0.1، إذن هنا كان أدق من الأول. في الثالث سيكون مدى الحصر 1.42 إلا 1.41، إذن النتيجة ستكون 0.01. نمر الآن للأسئلة التي يمكن أن تطرح علينا. إذن ليكن إكس عددا حقيقيا، حيث إكس محصور بين 2 و4. كما ترون العدد إكس هو عدد مجهول، لكن نعلم مكانه بين العددين 2 و4. نقترح عدد آخر إجراك يكون محصور بين -5 و -1. الأسئلة التي يمكن أن تطرح: أوجد حصرا لثلاثة إكس مع 1، و x مع y، و x إلا y، و x في y يعني x y. هذه 4 أسئلة. سنتناول السؤال الأول في البداية. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ نبدأ: لنا x محصور بين 2 و4. ماذا يعني ذلك؟ لو اعتمدنا على هذه القاعدة، ماذا يوجد بهذه القاعدة؟ A أصغر من B و C عدد موجب. إذن لو ضربنا العدد C في A و B فإن علامة المقارنة لا تتغير، رأينا ذلك في درس المقارنة وهو الدرس الخامس. نطبق هذه القاعدة هنا. سنقوم بضرب هذه الأعداد الثلاثة في العدد 3 وهو الملون باللون الأخضر. إذن علامات المقارنة كلها لا تتغير. النتيجة الآن: 3 في 2 نتحصل على 6، 3 في x هي 3x، 3 في 4 هي 12.
إذن في المرحلة الثانية ماذا بماذا سنقوم؟ ماذا سنقوم في المرحلة الثانية؟ سنضيف واحد إلى هذه الأعداد الثلاثة، نريد إضافة نفس العدد، وهي قاعدة رأيناها في درس المقارنة. إذن لو أضفنا إلى 6 واحد سنتحصل على 7 على اليسار، على اليمين 12 مع 1 يساوي 13، في الوسط لدينا 3x مع 1. إذن ماذا فعلنا الآن؟ قمنا بحصر العدد 3x مع 1، وكانت النتيجة 3x مع 1 محصور بين 7 و 13. وهكذا نكون قد قمنا بحصر العدد 3x مع 1 بين العددين 7 و 13، إذن تمت عملية الحصر. نمر إلى السؤال الموالي، وهو أوجد حصرا للعدد x مع y. نبدأ، x محصور بين العددين 2 و 4، ولنا y محصور بين العددين ناقص 5 و ناقص 1. سنعتمد هنا على القاعدة التالية، إذا كان A أصغر من B و C أصغر من D فإنه يمكن لنا أن نقوم بعملية الجمع ونتحصل على A مع C أصغر من B مع D. رأينا هذه القاعدة في درس المقارنة وهو الدرس الخامس. نمر إلى التمرين. إذن سنقوم بعملية الجمع بين هذين السطرين. على ماذا سنتحصل إذن؟ سنتحصل على اليسار 2 مع ناقص 5، في الوسط لدينا x مع y، وعلى اليمين لدينا 4 مع ناقص 1. نقوم بالعملية الحسابية، 2 مع ناقص 5 يساوي ناقص 3، 4 مع ناقص 1 يساوي 3. إذن قمنا هنا بحصر العدد x مع y، وكانت النتيجة هذا العدد محصور بين ناقص 3 و 3. نمر الآن إلى السؤال الثالث، وهو أوجد حصرا للعدد x إلا y. لو اعتمدنا على نفس الطريقة السابقة انظروا على ماذا سنتحصل، انظروا كيف ستكون النتيجة النهائية. x محصور بين 2 و 4، y محصور بين ناقص 5 و ناقص 1. نقوم بعملية الطرح، وكان نقوم بعملية طرح عمودية. إذن 2 إلا ناقص 5 على اليسار، في الوسط لدينا x إلا y، وعلى اليمين لدينا 4 إلا ناقص 1. النتيجة النهائية ستكون 7، 2 إلا ناقص 5 تعطي 7، 2 مع 5 يساوي 7، وعلى اليمين لدينا 4 إلا ناقص 1 يعني 4 مع 1 يساوي 5. إذن x إلا y محصور بين 7 و 5. لكن لو انتبهنا إلى هذه النتيجة انظروا جيدا، لدينا كتابة غير منطقية. 5 لو قرأناها من اليمين إلى اليسار، 5 أكبر من x إلا y أكبر من 7، هل هذا منطقي؟ طبعا لا. إذن هنالك خلل في هذا الإنجاز، هنالك خلل في إنجاز هذه العملية. لو إذن القاعدة التي اعتمدنا عليها، إذا كان A أصغر من B و C أصغر من D، هل يمكن لنا أن نقوم بعملية الطرح؟ طبعا لم نرى ذلك في درس المقارنة، إذن هذه القاعدة غير موجودة، هذه القاعدة قاعدة ليست بصحيحة. إذن النتيجة النهائية هنا كانت نتيجة خاطئة. أردت أن أبين هذا الخطأ الذي يقع فيه معظم التلاميذ. إذن طريقة إنجاز هذا التمرين الصحيحة هي كالآتي: سنعتبر أن x إلا y هو الجمع بين x وناقص y، هو عملية جمع بين x وناقص y. إذن هل يمكن أن نطبق القواعد على عملية الجمع؟ طبعا رأينا ذلك، لا يمكن تطبيقها على عملية الطرح، ولكن يمكن تطبيق قواعد المقارنة على عمليات الجمع. إذن نبدأ، y محصور بين ناقص 5 وناقص 1، إذن ناقص y سيكون محصور بين 5 و 1. كيف تحصلنا على ذلك؟ ضربنا الأعداد الثلاثة في الترتيب الأول في العدد ناقص 1. انظروا جيدا هنا، لقد وقع قلب علامات المقارنة، انقلبت علامات المقارنة. لماذا ذلك؟ لأننا رأينا قاعدة في درس المقارنة، وهو لو كان لدينا A أصغر من B و C عدد سالب، ف
فإننا إذا ضربنا هذين العددين في نفس العدد السالب ستنقلب علامة المقارنة، كانت لدينا أصغر ستصبح أكبر. هذا ما رأيناه في درس المقارنة. هنا طبقنا هذه القاعدة، تغيرت علامات المقارنة. أريد إعادة الترتيب تصاعديا من اليسار إلى اليمين، نريدها كتابة تصاعدية. نكتب 1 على اليسار و5 على اليمين ونقص إجراج في الوسط. لماذا كتبنا هذه الكتابة؟ لأننا سنستعمل القاعدة التي رأيناها سابقا، وهذه القاعدة تتطلب منا كتابة أعداد بنفس علامات المقارنة، يعني كل العلامات يجب أن تكون من نفس النوع. إذن سأعتمد على هذين السطرين وأقوم هنا بعملية الجمع. إذن يمكن لنا عملية الجمع طالما أن جميع العلامات من نفس النوع. إذن يمكن هنا التجميع 1 مع 2 على اليسار، في الوسط لدينا إكس مع نقص إجراك، وعلى اليمين لدينا 4 مع 5. أختصر، 2 مع 1 يساوي 3، إكس مع ناقص إجراج هي إكس إلا إجراج، و4 مع 5 يساوي 9. إذن وصلنا في الأخير إلى حصر هذا العدد إكس إلا إجراج. نمر الآن أبنائي إلى السؤال الأخير، السؤال الرابع، وهو أوجد حصرا للعدد إكس إجراج. إكس إجراج يعني الجذاء إكس إجراج. إذن نبدأ، إكس محصور بين 2 و4، إجراج محصور بين نقص 5 و-1. هنا هل يمكن أن أقوم بعملية الضرب؟ طبعا لا، لم نرى ذلك، ليست هنالك قاعدة يمكن تطبيقها إذا كان أحد هذين العددين سالب. انظروا جيدا، إجراج هو عدد سالب لأنه محصور بين عددين سالبين، بينما إكس عدد موجب لأنه محصور بين عددين موجبين. نذكر بالقاعدة، إذا كان لدينا إكس محصور بين A و B وإجراج محصور بين C و D، يمكن أن أمر إلى الجذاء، عملية الضرب يعني، على شرط أن تكون كل هذه الأعداد الأربعة المقدمة أعداد موجبة. A و B و C و D هي 4 أعداد موجبة. هنا هل يمكن تطبيق هذه القاعدة؟ طبعا لا، لدي عدد سالب. إذن بماذا سأفعل؟ بماذا سأبدأ؟ سأبدأ أولا بتغيير علامة العدد إجراك. سأقوم بضرب هذا العدد في ناقص 1. لماذا ذلك؟ لأننا سنحتاج إلى السطر الأول وبه أعداد موجبة، والسطر الأخير سيكون به أعداد موجبة أيضا. قمت بضرب الترتيب الموجود في السطر الثاني في ناقص 1، إذن تتغير هنا، تصبح 1 على اليسار، 5 على اليمين. إذن ناقص إجراج هو عدد موجب محصور بين 1 و5. لسائل أن يتساءل، كيف ناقص إجراج هو عدد موجب؟ طبعا بما أن إجراج هو عدد سالب، إذا أضفنا إليه علامة أخرى سالبة سيصبح لدينا في الأخير عدد موجب. إذن أقوم بضرب الترتيب الأول في الثالث، نقوم بعملية الضرب. على ماذا سنتحصل؟ سنتحصل على 2 في 1 على اليسار، في الوسط لدينا إكس في ناقص إجراج، وعلى اليمين لدينا 4 في 5. إذن قمنا بتطبيق هذه القاعدة. النتيجة النهائية هنا 2 في 1 يساوي 2، 4 في 5 يساوي 20، وفي الوسط ماذا لدينا؟ لدينا ناقص إكس إجراج. نحن نبحث عن إكس إجراج. إذن ماذا سنفعل الآن؟ سنقوم بضرب هذا الترتيب في العدد ناقص 1. إذن النتيجة تصبح ناقص 20 على اليسار، في الوسط لدينا إكس إجراج، وعلى اليمين لدينا ناقص 2. ملاحظة هنا، إكس إجراج هل هو عدد موجب أم سالب؟ طبعا هو عدد سالب. انظروا جيدا، إكس إجراج محصور بين عددين سالبين. لماذا العدد إكس إجراج عدد سالب؟ لو عدنا للبداية، إكس هو عدد موجب محصور بين عددين موجبين، إجراج هو عدد سالب محصور بين عددين سالبين. إذن جذاء عدد موجب في عدد سالب ستكون نتيجته سالبة، لذلك هنا نتأكد من أن النتيجة هي نتيجة صحيحة.
فيما يلي تمرين أنصحكم بالاجتهاد في إنجازه، وستجدون إصلاحه في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم في حفظ الله.